عبر القناة الخميس شدكمهم واي يجوا يتبرعوا بالدم نورمال باسكو حاجه مليحه وما كان حتى حيه زعما نورمال ما يخافوا ما يصرا والو نورمال مليح وبالنسبه فيها حسنات فيها بزاف صوالح. رانا هنا في مصلحه المركز الولائي للتبرع بالدم نطلب مكافاه الناس بخصوص الناس اللي راهي خايفه من عمليه التبرع بالدم. انا بحكم تجربتي كل ما تبرع بالدم غادي تحس تصرعك نقولوا اوفون وربي سبحانه داير لنا 100 قلع حسبه للغدوه تعاود تدوب لك في الكور تاع. نتمنى لهم يتبرعوا بالدم لخاوتهم كما نقولوا المرضى دراري صغار يتلحقوا بالمستشفى الجامعي مستغانم يعاونوا خاوتهم في سبيل الله كما نقولوا ما كما نقول لك الواحد ما يخافش يدير كوراج. هذا اليوم الذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة منذ 2005 والمصادف لكل 14 جمع من كل سنة، وكيف لا يكون يوم عالمي للتبرع بالدم؟ وهذه العملية من أسمى وأنبل العمليات الإنسانية التي يمكن أن يقوم بها إنسان، فهي من جهة تحمي ذاك الإنسان يعني تعود بالنفع للإنسان المتبرع، ومن جهة أخرى قد تنقذ حياة إنسان آخر. وكذا الشكر للموظفين والعاملين في هذا المركز الذين يقومون بعمل جبار في سبيل تحقيق هذه الخدمة الإنسانية النبيلة. وهنا المتبرع كيجي أولا يقوم بفحص طبي، وهذا التبرع أصلا يساعد المتبرع في الكشف عن أمراض تكون فيه خطيرة، تقليل الإصابة من السكتات الدماغية، من الوقاية من أمراض القلب، تجديد الكريات الدموية، وهذا نشوفوا الضغط الدموي تاعو هنايا وإلا كان يعاني من أمراض ولا لا. والتبرع يدوم فترة من 7 دقائق إلى ربع ساعة على الأكثر، ما يكونش كاين أثار إيجابية جانبية، فقط كاين اللي يكون الأول مرة فقط. كما أن للتبرع فوائد كثيرة، منها فرصة لإنقاذ حياة مريض، اكتشاف وجود أمراض خطيرة، تحسين تدفق الدم، تقليل مخزون الحديد الضار للمتبرع، تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، تقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية الدماغية، كما أنه يجعل الجسم بصحة جيدة وأكثر فعالية.